الاجنبي، احنا الكره فرجه، الكره كلنا السبت والاحد تنستمتعوا بها، يعني اللي ما كيستمتعش بالفن والمسرح كيستمتع بكره القدم. الحمد لله احنا لا نهول هذه الاشياء، لانه الحمد لله الا خديتي المغرب كله والملاعب كلها والجمهور كلها كتلقى عندنا الامور جد طيبه، وان الجماهير المغربيه جماهير متحضره، وما كدير حنا خصنا نشوفوا داكشي اللي كدير زوين، خصنا نشوفوا داكشي داك الشيء اللي كيشيد به العالم ملي كيكون الديربي، وكندير واحد الاستعراض كبير وجميل جدا. الاشياء اللي كتوقع فيها اشياء كتبقى جانبيه، وراه حنا كنبذلوا واحد المجهود، وراه كاينه لجنه كتشتغل على هذه العمليه، وان شاء الله غيكون واحد اللقاء وطني اللي غيشارك فيه الجميع، وغتشارك فيه جميع الفعاليات باش نتغلبوا على هذه الصعوبات. اما الحمد لله تنحيي الجماهير، وان كره القدم هي مسابقات ولكن هي نفس التسليه.